السياحة رجعت من 16 مايو، لينا ناخد من التجربة دي ونتكلم عليه ايه اللي المفروض ان احنا نعمله فيما بعد. اسعار الفنادق لما تيجي تبص عليها، الاقبال بتاع الحياة، الدروس المستفادة من عملية تجريبية، ما نستخدمش الورق. الاي تي على ما اعتقد انهم قادرين على الحياة قبل كورونا مختلفة جدا 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 عن بعد. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم طارق المنشي. بنتكلم عن امر يهمنا ويخصنا وكل المهتمين طبعا بقطاع السياحة واللي بيعملوا في قطاع السياحة. السياحة رجعت من 16 مايو لحد آخر مايو بتشغيل جزئي 25% للفنادق. والفنادق اللي أخذت تصريحات من وزارة السياحة ووزارة الصحة علشان تبدأ التشغيل دوت بعد تفعيل كل الإجراءات اللي كانت موصية بيها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة، وتعامل التفتيشات الدورية من الشركات اللي كان معلن عنها. خلينا ناخد من التجربة دي ونتكلم عليها ونشوف ايه اللي كان جيد وايه اللي كان غير جيد. بتواصلنا مع زمايلنا اللي كانوا فاتحين الفنادق بتاعتهم، التجربة كانت تجربة جيدة جدا وتجربة تجريبية عشان نشوف هل مستقبل السياحة في مصر في وجود الكورونا هل هو قائم ولا نغض النظر عنه. إحصائيات إصابة بكورونا أو كوفيد 19 كانت عبارة عن فندقين، الفندقين مكانهم في الغردقة. بعيداً عن إن هي الإصابة كانت جاية من الأوتيل أو من خارج الأوتيل، إحنا بنقول إن كانت الإصابة بالنسبة للعملاء هم إصابتين اتنين فقط. بالنسبة للموظفين كان حوالي فيه 5 موظفين في الأوتيلين دول. فدي بالأرقام، لا إحنا بنقول إن الحمد لله إن الفنادق قدرت بشكل كبير جداً تعمل كل الإجراءات الاحترازية اللي ممكن تأمن سلامة العملاء في الفنادق. ايه تاني اللي نقدر نكتشفه من التجربة دي؟ اكتشفنا ان التكلفة الباهظة اللي زادت على الفنادق سواء من الفود اند بافريج او سواء من السانيتايزر والسانيتيشن بشكل عام والكيميكال اللي مستخدمة في عمليات التطهير والكلام ده، زائد بعض الاكويبمنت اللي المفروض الاوتيلات اشترتها علشان تفعل الإجراءات الكاملة. والعملاء لأنهم مش مختصين قوي بقطاع السياحة، هم رواد فنادق فقط ولكن مش مختصين بقطاع السياحة، فما كانوش مهتمين قوي بإيه هي الإجراءات واللي حصل. هم اكتفوا بأن الأوتيلات فتحت فراحوا الأوتيلات، وكان ده تشالنج للتيم بتاع الأوتيلات أنه يحاول يوضح ويفهم العملاء اللي أوريدي كانوا موجودين عندهم في الأوتيل الإجراءات الجديدة، أنه مفيش أوبن بوفيه، أن الغرفة هتتنظف عن طريق العميل ولكن مش عن طريق الهاوس كيبينج بتاع الاوتيل. ولكن الهاوس كيبينج طبعا هيقدم لهم اللينن بتاعهم وهيقدم لهم كل طالبينه في الغرفه ان هو يتغير، كانوا بيغيره لهم، ولكن العميل اللي كان بيقوم بنظافه الغرفه، وده ما كانش مستحب شويه طبعا من العميل. زائد ان احنا موضوع الاوبن بوفيه كفكره عامه، الاوبن بوفيه هو كان دايما بيخلي العميل يختار من فرايتي كبيره جدا. النهاردة العميل كان مضطر ان هو ياخد او تسلكت من المنيو. كمان فكرة ان ما يكونش فيه انترتينمنت بالشكل المعتاد والمتعارف عليه في الاوتيلات، وده اللي احنا كنا ذاكرينه قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا قبل عملية التشغيل بتاعة الفنادق تفتح، وقلنا ان دي بعض الاجراءات اللي العميل مش معتاد عليها. طيب ايه اللي المفروض ان احنا نعمله فيما بعد؟ لازم تكون في حملة قوية جدا اللي تنوه للعميل ان هو في 1 2 3، ونسيب للعميل حرية الاختيار في انه حابب انه يكمل رحلته معانا ولا عايز يغير وجهته او عايز ان هو ما يسافرش الرحلة بتاعته. فمن اول ما بتستقبل الاوتيلات، اول ما تستقبل الحجز، لازم تتواصل مع العميل سواء بايميل او عن طريق التليفون، وتحاول توصف له بالضبط اللي العميل لازم يكون متوقعه في خلال اقامته في الاوتيلات. اسعار الفنادق لما تيجي تبص عليها تلاقيها ان هي متفاوته ومتفاوته بشكل كبير جدا، بتبدا من 750 جنيه بير بيرسون بير نايت الى ال 4000 وال 5000 جنيه بير بيرسون بير نايت. عمليه التفاوت دي دايما ما هياش في صالح القطاع بتاعنا، ودي احنا الموضوع ده احنا بنعاني منه بشكل كبير جدا من زمان مش من النهارده، ومفيش حد قادر ان هو يحط منظومة معتبرة ان الاوتيلات تشتغل عليها ويبقى في حد ادنى وحد اقصى للاوتيلات على حسب كل كاتيجوري من الاوتيلات دي. ولكن في بعض الاوتيلات اللي خسرت خسائر فادحة لما كانت مقللة الاسعار بشكل كبير عشان تجذب العملاء بشكل
كويس، لأن طبعا السعر ليه أهمية كبرى مع العميل. ولكن لما حصل ان هم اشتغلوا وبدأوا يشتغلوا، ظهر ان في فارق كبير جدا 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 في عملية التشغيل والتكلفة بتاعت التشغيل. الإقبال بتاع الفنادق ما كانش قوي وما كانش كبير، يعني معظم الفنادق اللي اشتغلت كانت من الغردقة، وكانت معظم الفنادق اللي تصرح ليها او اكبر عدد فنادق كان مصرح ليها كانت من الغردقة، ولكن الإقبال ما كانش كبير. الإقبال يمكن كان في البداية كان كبير، وفي بعض الفنادق اللي فعلا التزمت بال 25%، وفي بعض فنادق تانية اللي كانت عايزة تزيد عن ال 25%، وفي بعض الفنادق ما حققتش غير 10 أو 15%. وزي ما كنا بنقول في الفيديوهات بتاعتنا، ان نسبة 25% هي نسبة تخسر مش تكسب، وفي الوضع الطبيعي مش في الوضع اللي احنا بنتكلم عليه مع زيادة وارتفاع التكلفة بناء على الإجراءات اللي المفروض مطبقة من الفنادق. يعني هي الدروس المستفادة من عملية تجريبية لتشغيل الفنادق جزئيا ب 25%.